دور جديل دور جديل مرحب يوم الدور جديل يلي لي سنين الحيل مدي دمع العين وليل عالايام وماني قايل حبك يا مبتول العين حبك يا مبتول العين حبك يا مبتول العين حبك يا مبتول العين دور جديل مرحب يوم الدور جديل يلي لي سنين الحيل مدي دمع العين وليل عالايام وماني قايل حبك يا مبتول العين حبك يا مبتول العين حبك يا مبتول العين ضمة الجشة، الشتاوة، الصبية، غنوة العلم، المجرودة، كلها أسامي الأشكال في الغنى البدوي، الغنى اللي بتلعب فيه الكلمة وقالت المجرونة دور البطولة. قول لي مين بيسمعكم، مين جمهوركم؟ جمهورنا من مطروح لسينا، كل أنحاء جمهورية مصر العربية القبائل البدوية. انت بقى خدها عليه أبيض عليه حمر، أولاد خروف السنين ومرطين وإجماعات كل دول عرب غرب. تعال ضم للشرق مثلا عندك حويطات إسماعيلية، عندك معازة، عندك طرابين، عندك بياضية، عندك بلي، عندك حيوات، عندك سواركة، عندك عيايدة، كل دول عرب قليوبية إسماعيلية عرب. عندك بقى الفيوم كمله. طب أسألك سؤال تاني متعلق بالألات. انتوا الالات يعني انا شايف الات كمانجا ده كل ده تحديث، اولا في اللي حدث من قبل وفي اللي حدث من بعد. يعني انا في الاول بالنسبه للفن البدوي كانت مثلا غنوه العلم كانت بتتغنى حر بدون مزيكا خالص، التو بتتغنى على المزيكا بينضاف لها مزيكا. ايه غنوه العلم؟ غنوه العلم دي بتحكي يعني بتجسر لك الموضوع كله في سبع كلمات بتخلص كل اللي انت هتقوله. زي ايه؟ طب ما تقولي مثلا. غاليك لأولي القديم لأولي، غاليك لأولي حرام 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 حرام، ازاي يا عين ازاي يا عين ازاي يا عين ازاي يا عين حرام 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 ازاي يا عين. طب قول لي في حاجه تانية اسمها الشتاوه. لما يجي مثلا الفراق ده حزن، والفراق ده بنقولوه احنا انا بنعبره عليه ان هو مثلا الدنيا اتغيرت او الدنيا مالت، فمثلا ايه دنيا مش شكر كل ما نقول تروق تعكر منك يا دنيا مش شكر كل ما نقول تراق منك يا دنيا مش شكر كل ما نقول تروق تعكر. يعني انا مش شكر منك يا دنيا، كل ما نقول هتسهى معايا تنقلبي علي. الشتاوة إذا على إيقاع الكف. على إيقاع الكف. طب والنوع الثالث اسمه إيه؟ ضمة الجشة دي كانت زي نظام بتنجال زي نظام كلام، بس بلغتنا إحنا البدوية الفصحى اللي هي مثلا زي إيه؟ زي وليكن الراسك الشيب غزاها، الهزباب واجدة نحكيه ومنها نراها الراسك الشيب غزاها. أنت سببت يا عقل في راسي الشيب وجبته، في لحيتي نقر وسبق وقت منك ومن جرك اسباب بالله، تاثرت باللي فعست وفقدت فراق العزيز اللي العين عماها. ده عباره عن شعر حر. عن شعر حر بيتقال برضه في الحفله وبيتقال برضه في الافراح، بينقال يعني في الافراح. ايه تاني؟ في نوع ثالث رابع قصدي. المجروده. هي المجروده بتبقى دخلات المزيكا فيها بسيطه، بتبقى ايقاع وغنى بس. طب ما تورينا حاجه كده ايقاع وغنى من المجروده. قال بسم الله هو البادينا بسم الله بسم الله بسم الله المولى لا اله الا الله بسم خالق هالكون شا بر وبحر مي ملا لي رفع لا فوق سماه اللي عالم بينا يا عين اللي عالم بينا يا عين اللي رفع لا فوق سماه اللي عالم بينا يا عين اللي عالم بينا يا عين اللي عالم بينا بالسر مولى صبحاني قادر لي خالق مطين بشر سبع ايام اسبوع تمر اربع اسابيح شهر واخد من الخامس يومين الاربع اسابيع شهر واخد من الخامس يومين واخد من الخامس يومين وعد الدنيا والناس كلام شعر صاحب تراث يرجع كي ضرب الرصاص رحمة وطيب والاخلاص نار الدنيا والاساس مع ناس واجد مفقودين مع ناس واجد مفقودين نار الدنيا والاساس مع ناس واجد مفقودين مع ناس واجد مفقودين اطلع بقى عشان الذين نسيتها خلاص.